لحظه صدقنيك نحت. شو قلتي؟ حسيت لوحدي ان انا لا لحظة استحسدك رح تضرب السكين بس مش طبعا. إيهاب يوهاف عندك عندك خوف واضح جدا، تمثيل ضعيف جدا، زعل بوجهك، غني حزينة أوكي بدأ هيدا هيك الشجن بالمغنى، مغنى كان حلو إلى حد ما، تجي بدي فوت معك بالجو لأنه في شيء بتقوله حلو وفجأة هيك بتسحبني بترجعك بطلع من اللي عم يصير على المسرح. يعني عندك حق، كنت خايف. بتفوت وبتطلع من الغنية، هالفوتة بيجي بدي عيش معك هذا الحلم، فجأة بتشيل كف تطرقني أو بتشيل السكين بتشكني بقلبي. طب أنا ما بدي تشكني بقلبي ولا تشك حدا بقلب حدا، بدي منك شغلة، بدي تشتغل على موضوع وجهك. أوكي. كتير يعني ما بدي لك الكلمة مزبوطة تفهمها، مش قصة بس انك نعسان ودبلين على المسرح، بتروح انرجي من اللي عم يحضرك، عم يحضرك بكثير هيك يعمل. يعني حاسس حالي انه في تعاسة، الغنية بتحمل حزن بالمغنى وشجن بس مش هالقد بكي، بعدين صوتك عم بيرجف كل وقت بين. كنت خايف انه كان اول طابلو، كنت خايف انه ما بركز على الحركات وبركز على الغنم، بدي ميك. اوكي بس ايهاب يشوت خلص، ما لازم بلش اعذار، انا لازم خلص مان. سادة برايم يا خيي لكم. طب مش معقوله يعني، عندك حق. شو متى بتفرجينا يعني ايهاب؟ الجمود بمحله والثبات بمحل واحد، انت بتغني وضعك مثل هيدي، اذا ما بدك تفرجيني بدي لك شغله بس اقول لك اياها قبل. اوكي. أول ما فتت إذا بغمض عيوني بحس مروان خوري، شو قالوا الغنية؟ حسيت شيء بصوتها كأنك حافظ غنية مثل ما مروان مغنيها، بس هذا مش مطلوب منك يا حبيبي، محفوظ منك تحفظ غنية وتحط إيهاب محل مروان لنحن نشوف شيء جديد عندك ما شفناه. وضعك مثل هيدي، برافو بتغني، برافو، أوكي حلو، أكتنج ما بيسوى، بس ما في شيء جديد. شو الجديد حبيبي؟ ما تاخذوا الغنية تمثلوها مثل ما طالب منكم الاستاذ او مثل ما حافظينها، يعني تشربوها مزبوط وتشربوها مزبوط لوحدكم بتحسوا حالكم. خي كيف واحد بالبيت يرندح؟ تسمع غنية تلاقي حالك عم ترندح لغنية مثلا، حيلا غنية سامعها كثير تلاقي حالك عم ترندحها بطريقه وهيك وتصير تطرب عليها وكذا. يعني بنضيف بلا تفز، بلا تفز اكيد ضيف حالك، اشتغل على الموضوع انه انا حط نفس ايهاب بالغنية. اوكي اوكي، مش اسمع غنية تقليد مروان خوري او غنية تقليد يارا، ما بدي. اوكي.